في الانترو او في المقدمه بتاعتي ان فعلا في اطعمه ممكن تنزل في الوزن او تخسسنا او بتزود معدل الحرق ولا لا؟ بصي يا انجي، احنا لما نتكلم عن اطعمه بتزود معدل الحرق، احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، الاطعمه اللي بتزود معدل الحرق من ساعه لثلاث ساعات، فاكره لما اتكلمنا في الموضوع ده؟ لما قلنا ان هي ما بترفعش الحرق توتالي، لكن هي بترفع الحرق من ساعه لثلاث ساعات فقط. لو انت هتلعبي او تنزلي تمرين او هتعملي اي اكسرسايز، هتساعدك انك تضاعفي كميه السعرات اللي انت بتحرقيها. كمان في تريك كده احنا بنستخدمها في الدايت بتاعنا، ان انا وانا بعمل ريجيم ايا كان بقى نوعه، اذا كان الرجيم اللي هو المؤشر السكري المنخفض او رجيم السعرات الحراريه اللي انا بحسب فيه السعرات، بدخل كمان معاه حاجه كمان علشان نزود الحرق اكتر ونخلي الجسم يفقد سعرات حراريه اكتر اثناء الهضم او اثناء التعامل مع الاكل ده. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق بعض الانواع من الفاكهه والخضار والتوابل كمان، لما تضيفيها للاكل بتاعك او لما تاكليها، الجسم بيبذل مجهود قوي لما يتعامل معاها، من الهضم، من المضغ، من الامتصاص. فمثلا لو الفاكهه دي هتديكي 60 سعر، انت علشان تهضميها ممكن تبذلي 80 او 90 سعر. اوكي، فهمتي ازاي؟ فبدل فدي بنسميها نيجاتيف كالوريز، اللي احنا بنسميها سعرات سالبه، يعني بدل ما بتدي سعرات هي بتاخد من الجسم سعرات عشان تتهضم. فدي تريك ذكيه جدا احنا ممكن نستخدمها حتى في اكلنا العادي، لو حد عايز يحافظ على وزنه، مش ضروري يكون عايز يخس يعني، بس يحافظ على الوزن، انه يركز على الفاكهه والخضار ده. انا النهارده جايبه لكم ليست، عامله لكم ليسته بالخضار ده، بالنوع ده من الخضار والفاكهه والتوابل، عشان نضيفها لاكلنا ونقدر نستفيد منها في ان احنا نقلل الوزن او حتى نحافظ على وزننا لو وزننا يعني كويس. كل المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي يقدروا يستخدموها، اي حد يقدر يستخدم ورقه وقلم عشان ورقه وقلم ورانا. لان في ناس كتير قوي يا دكتور بنشوفها بتنزل بقى مجموعه كده من الاطعمه بتساعد على الحرق او بتساعد في تخسيس او في نزول الوزن، وبتبقى مش صح. يعني هو بيبقى مقلف، يبقى مجربها كده لوحده وهو مش دكتور. لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. لا لا، مفيش حاجه ما ينفعش. لا بس في فعلا فاكهه وخضار ربنا خلقه سبحانه وتعالى، لان فيها الياف كتير وبروتين اكتر من من الانواع الثانيه او من الاصناف الثانيه. فالجسم لما بيجي يتعامل معاها بيبذل مجهود، بيبذل مجهود شويه من اول المضغ لحد الامتصاص. تخيلي. اوكي، حضروا لنا دلوقتي مجموعه الاطعمه ونقولها برضو مع بعض كده، حضروا بقى ورقه وقلم كده ونكتبها ورا بعض، نشوف الاطعمه اللي بتساعد على نزول الوزن. معنا التفاح، منها التفاح والتوت الازرق، الكانتالوب، اللايم او الليمون. على فكره اللايم اللي هو الليمون الاخضر، والليمون والاناناس والبرتقال والفراوله والبطيخ، كل دي زي ما احنا قلنا بتحتوي على سعرات، الجسم عشان يتعامل معاها بيبذل سعرات اكتر لهضمها. دي بالنسبه يعني للفاكهه. بالنسبه للخضروات، الكرفس والكرومب والبروكلي والهيليون اللي هو الاسبارجس، البنجر، الخيار، الفاصوليا الخضراء، السبانخ، الطماطم، الخس، الفجل. كمان لو نعمل مثلا السلطه بتاعتنا يكون مكون في او يعني نضيف ليها الحاجات دي، هتفرق معانا كتير جدا. حاجات زي القرفة والقرنفل والبقدونس والكزبرة الخضراء، الثوم، الجنزبيل، البصل، الجرجير، كل الحاجات دي. دكتور انا شايفه ان معظم الحاجات سواء التوابل او الخضروات والفاكهه احنا اصلا بنستخدمها، اصلا يعني بنستخدمها فعلا، معاكي حق. يعني حطها على السلطه، سواء الفروت سلطة او السلطه بتاعتنا الخضراء دي، مفيده جدا سواء توابل او الخضروات. بس خلي بالك في خضروات هتضيف سعرات، يعني حاجه زي الافوكادو مثلا. افوكادو من الحاجات اللي الناس بدات تاخد بالها منها وعارفه ان فيها دهون مفيده، وانسى انك حطيتيها فيها سعرات عاليه. فاحنا لازم ناخد بالنا انه مش اي سلطه انا باكلها او بطلبها، لو انا قاعده حتى باكل بره، لازم اخد بالي من مكونات السلطه اللي انا باكلها. اذا كنت انا باكلها عشان ازود الحرق بتاعي وعلشان اخسس او اثبت وزني، ولا انا محتاجه وزن، فاشوف المكونات بتاعه السلطه دي ايه. ايوه دكتور، عايزين نعرف كل المشاهدين يعني ايه اطعمه بتحتوي على سعرات سالبه. سالبه دي يعني ايه؟ ولا بتزود ولا لا، سالبه يعني بتاخد من الجسم مش بتديله. كويس. السعرات اللي فيها زي ما قلت لك، لو مثلا هتاكلي الفاكهه فيها 60 سعر، جسمك عشان يتعامل معاها هيحرق من 80 90. يبقى انت يعني الجسم حرق 30 او 40 سعر حراري عشان يهضمها. فبالتالي هو ما اضافش سعرات حراريه، ده ما زودش سعرات ليا، او انا كده مش هزيد في الوزن، بالعكس انا هخس. اوكي طيب، عايزين نتكلم بقى في نقطه برضو مهمه جدا يا دكتور، حقن الميزوثيرابي بيدوب فعلا الدهون ولا دي اشاعه؟ وهل هو افضل مثلا من الاجهزه، استخدام الاجهزه ولا لا؟ الميزوثيرابي، الميزوثيرابي بصي هقول لك حاجه، ميزوثيرابي من الحاجات اللي احنا بنستخدمها للتخلص السريع من الدهون الموضعيه. كويس، في ناس كتير بتستخدمها، الصح انها تستخدم في الاماكن الصغيره، يعني زي لغد مثلا او زي دراعات، اماكن صغنونه قوي ممكن تجيب نتيجه.
كويس؟ هتقولي لي طب ايه المشكله؟ ايه يعني انا ما بحبش مضاعفاتها الحقيقه، لانه معاها احمرار ومعاها التهابات ومعاها الم ومعاها في ناس ما بتجيبش نتيجه اصلا. يعني تاخد كذا سيشن الجسم حسب استجابه الجسم، كل جسم بيستجيب بطريقه مختلفه. احيانا بيكون اللي بيحقن نفسه مش ويل تريند قوي، فبيحقن بطريقه مختلفه، فتلاقي نزل دراع اكتر من دراع لانه حقن هنا اكتر من هنا او في مكان اكتر من مكان. فلذلك انا ما بحبذوش قوي، انا بفضل الاجهزه انها مور سيف، سيفتي فيها اعلى كتير وبتاخدي نتيجه. الميزوثيرابي شويه في مضاعفات اكيد، فمش كل الناس هتجيب النتيجه الواحده. اكيد ده في ناس فاهمه ان كل ما تزيد المضاعفات كل ما تكون نتيجه الميزوثيرابي احسن. لا طبعا اكيد لا، الام والتهابات وزرقان لا، وممكن الحقن مثلا فعلا في